قراءة في كتاب Methods of Persuasion How to Use Psychology to Influence Human Behavior نيك كولوندا. جدول المحتويات. الخطوة الأولى شكل إدراكهم، هيئ عقلياتهم، ثبت إدراكهم، أوصل توقعات عالية. الخطوة الثانية استخرج توجهات متلائمة، التحكم في لغة الجسد. الفصل الرابع التحكم في لغة الجسد. الفصل الخامس أوجد توافقا سلوكيا. الفصل السادس أكد على القواعد الاجتماعية. السابع اكشف عن أي أوجه التشابه. اجعل رسالتك مألوفة، استخدم التعرض المتكرر، قلل حساسية الرسائل السلبية. الخطوة الخامسة حسن رسالتك. الفصل العاشر بدل تقييمهم، عدل رسالتك، وجه زخمهم. تقديم الحوافز المناسبة والتحفيز من خلال فرض القيود. حافظ على امتثالهم، اصنع ارتباطا ايجابيا. ومع ذلك يظل العديد من اولئك الباحثين مجهولين ولا يتم تقدير جهودهم، ورغم انهم يقعون تحت ضغط هائل في محاولة نشر اعمالهم الاكاديمية، فإنه يتم الضغط عليهم لنشر أعمالهم في مجلات علمية عالية المستوى، مجلات من الصعب أن تجدها في الكثير من منازل الأشخاص العاديين. في الحقيقة إن الباحثين الذين ينشرون أعمالهم في كتاب من أجل الجمهور عام أحيانا ما يتم النظر إليهم على أنهم مخادعون. بالتالي فإنه يبدو أنه مقدر للعديد من الباحثين أن يظلوا مجهولين نظرا لتلك الصفوف المؤسفة. على هذا أود أن أوجه الشكر والتقدير لكل الباحثين الذين يساعدون في اتساع فهمنا لسكرة الشكر والتقدير. هذا ما يفعله معي 10 سنوات طورت طريقة فريدة من نوعها للتأثير على أفكار الناس بشكل لا إرادي. أين يأتي دور قراءة الأفكار؟ لأن هؤلاء الناس غير مدركين بأني أثرت على أفكارهم. يمكن الكشف عن الفكرة التي زرعتها بشكل أساسي قراءة عقولهم. دائما ما أخفيت طريقتي، لكن أخيرا هذا الكتاب سيكشف ذلك التفسير والسيكولوجية وراء نجاح هذه الطريقة. لكن هذا الكتاب يهدف إلى ما هو أبعد من تطبيق طريقة واحدة لقراءة الأفكار. لن يعلمك هذا الكتاب طريقة التأثير على أفكار الناس وفقط، لكن سيعلمك أيضا طريقة استخدام علم النفس للتحكم في سلوكه. وبالإضافة إلى خبرتي الفريدة من نوعها كقارئ أفكار، فلدي خلفية علمية في الإقناع من خلال الشهادات التي حصلت عليها في التسويق وعلم النفس أثناء دراستي بالجامعة. أصبحت مهووسا باكتشاف القوة النفسية التي تقود السلوك الإنساني. وبالرغم من أن معظم الناس بالكاد استطاعوا اجتياز مقالة علمية واحدة، فقد تفحصت المئات إن لم يكن الآلاف من المقالات الأكاديمية محاولا تحديد أسس مبرهنة تقود سلوكنا. أساليب الإقناع. أثناء سعي اكتشفت العديد من القوى النفسية التي تمارس تأثيرا قويا للغاية على سلوكنا. فهذه الأسس منتشرة ومتأصلة بداخلنا حين تقود سلوكنا كل يوم دون إدراكنا الواعي. والأهم من ذلك، إذا عرفت طريقة تغيير هذه القوى ستستطيع أن تقود سلوك الناس. وهذا الكتاب سيعلمك هذه المبادئ وأكثر. نيك كوليندا. إن البشر عبارة عن عرائس متحركة، وكل منا متصل بمجموعة من القوى. عندما يتم سحبها في اتجاه معين، تقوم بتوجيه سلوكياتنا دون وعينا بذلك. إذا عرفت كيفية التحكم في الخيول، ستعرف عندها كيف تتحكم في السلوك. يعلمك هذا الكتاب كيفية التحكم في تلك الخيول، فهو سيعلمك كيف تصبح بنجاح وبشكل أخلاقي محركا للعرائس في عالم مليء بالعرائس المتحركة من البشر. نظرا لخلفيتي المعرفية المميزة كقارئ الأفكار وباحث في علم النفس، فإن الكتاب الذي تحمله بين يديك يعد متفردا للغاية. لكن هناك ميزة معينة تجعله مختلفا بشكل خاص عن الكتب الأخرى المتعلقة بالإقناع. فمعظم كتب الإقناع تسرد ببساطة ترسانة من التكتيكات التي تكون تحت تصرفك تستخدمها كيفما شاء. مع ذلك، إن أساليب الإقناع في هذا الكتاب تم ترتيبها بشكل استراتيجي في عملية زمنية من 7 خطوات. إذا كنت بحاجة لإقناع شخص ما بالقيام بمهام معينة، يمكنك اتباع الخطوات الدقيقة الموجودة في هذا الكتاب لتحقيق هدفك. ورغم أنه ما زال بإمكانك أن تختار تكتيك الإقناع الذي تود تنفيذه بدقة شديدة،
فإن هذا الدليل المتدرج خطوة بخطوة سيضعك على الاتجاه الصحيح وبشكل لائق. فإن عملية الإقناع المتدرجة خطوة بخطوة هذه تتبع الحروف الأولى من كلمة methods ومعناها أساليب. هل تفهم المعنى المزدوج لعنوان الكتاب؟ حيث أن الخطوات الكلية في هذا الكتاب تشتمل على الخطوة الأولى mold their perception. Mold their perception شكل إدراكهم. الخطوة الثانية elicit congruent attitude استخرج توجهات متلائمة. الخطوة الثالثة trigger social pressure نشط ضغطا اجتماعيا. الخطوة الرابعة habituate your message اجعل رسالتك مألوفة. الخطوة الخامسة optimize your message حسن رسالتك. الخطوة السادسة drive their momentum وجه زخمهم. الخطوة السابعة sustain their compliance حافظ على امتثالهم. الخطوة الأولى mold their perception شكل إدراكهم. الخطوة الثانية elicit concurrent attitudes استخلف توجهات متلائمة. الخطوة الثالثة trigger social pressure نشط الضغط الاجتماعي. الخطوة الرابعة habituate your message اجعل رسالتك مألوفة. الخطوة الخامسة optimize your message حسن رسالتك. الخطوة السادسة drive their momentum وجه زخمهم. الخطوة السابعة sustain their compliance حافظ على امتثالهم. قد تبدو القائمة بسيطة، لكن عدد الكتابات في علم النفس التي قمت بالبحث فيها لإنتاج تلك القائمة قد يصيبك بالذهول. يمكنك إن حببت الاطلاع على قائمة المراجع الموجودة في آخر الكتاب. جزء من هدفي من تأليف هذا الكتاب أن أجعل الكتاب الأكثر تفضيلا في مجموعة الكتب الموجودة لدي. لن تجد في هذا الكتاب تفسيرات مطولة غير مبررة أو دعابات غير ذات صلة بالموضوع أو أي أنواع أخرى من التفاهات، حيث أنني حاولت جعل كل شيء مباشر وبواصلة وفيضة بالموضوع محل النقاش قدر الإمكان، مع جعل الكتاب شيقا وممتعا للقراءة في الوقت نفسه. قبل البدء مباشرة في الخطوة الأولى من هذا الكتاب، هناك معلومة أساسية في اللحظة الأخيرة يمكنها مساعدتك على حصول أقصى استفادة من قراءة هذا الكتاب. الإقناع ليس خداعا. تشير كلمة خداع بشكل عام إلى محاولات خبيثة للتأثير على شخص آخر من خلال تكتيكات مريبة أو غير أخلاقية، على سبيل المثال الكذب والغش. وأحيانا ما يتم الربط بين كلمة إقناع وكلمة خداع، الأمر الذي يعد غير ملائم للغاية، حيث أن كل من الكلمتين تمثل أفكار مختلفة للغاية. إن التكتيكات الموجودة في هذا الكتاب ليست أخلاقية أو غير أخلاقية، كيفية استخدامك لهذه التكتيكات هو ما سيحدد ذلك الناتج النهائي. وعلى الرغم من أنه لا يتوجب علي إقناعك بتبني منظور أخلاقي، فإنني من كل قلبي أعارض أي شخص يحاول استخدام هذه التكتيكات لخداع الناس. إن المبادئ الموجودة في هذا الكتاب يمكن أن تكون قوية للغاية، لذا فإنني أحث كل شخص على استخدامها تجاه الأشخاص الآخرين بالعناية والاهتمام المناسبين. فينبغي عليك ألا تقنع الناس أبدا بعمل أفعال معينة إذا كنت تعلم أن تلك الأفعال ليست في صالحهم. تعريفات في هذا الكتاب: سأستخدم كلمة هدف عند الإشارة إلى الأشخاص الذي نحاول إقناعهم. إذا كنت تحاول إقناع زميلك في العمل بكتابة توصية لك، فإن زميلك في العمل سيكون هدفك. ينبغي أن تلاحظ أيضا أنني سأقوم بالتناوب عشوائيا بين استخدام الضمائر هي وهو عند الإشارة إلى الأشخاص الافتراضيين، كما أنني سوف أستخدم أيضا كلمة طلب عند محاولة إقناع شخص ما بعمل سلوك معين، على سبيل المثال كتابة توصية. وسوف أستخدم كلمة رسالة عند الإشارة إلى الوسيلة التي تستخدمها لإقناع، على سبيل المثال رسالة إلكترونية إلى زميلك في العمل. لكن أحيانا ما سيتم استخدام كلتا الكلمتين بشكل متبادل إلى حد ما. أخيرا، معظم التقنيات الموجودة في هذا الكتاب تمارس تأثيرا غير واعي، بمعنى أن الناس سيكونون غير مدركين أن تلك المبادئ توجه سلوكياتهم عند كتابة هذا الكتاب. اخترت استخدام كلمة غير الواعي لأن مصطلحات مثل العقل الباطن أو العقل اللاواعي قد توحي بأن جزءا معينا من حقلك من عقلك يعد مسؤولا عن عملات غير الواعية، الأمر الذي لا يعد حقيقيا. ويبدو مصطلح غير واعي أكثر دقة لأنه لا يدعي مثل ذلك الادعاء، أنه فقط يشير إلى كل شيء يحدث خارج إطار وعينا. بناء الفصول ينقسم هذا الكتاب إلى 7 أجزاء، يقدم كل جزء منها خطوة من هذه الكتاب. كل من هذه الأجزاء سيحتوي على عدة فصول توضح مبدأ نفسي ذا صلة بالموضوع، ويمكنك استخدامه لتحقيق الخطوة الشاملة. كل فصل من هذا الكتاب يتشارك في بناء متشابه. سأقوم بوصف خلفية المبدأ وكيفية تأثيره على حياتنا اليومية. بعد ذلك سأقوم بوصف البحث النفسي للمبدأ لإيضاح سبب القوة الكبيرة لهذا المبدأ
وأخيرا سينتهي كل فصل بسرد أمثلة متنوعة من الاستراتيجيات لتطبيق ذلك المبدأ بغرض الإقناع. إذا كنت ملتزما للغاية بأن أصبح واضحا ومحددا، فلن أتكبد أنا تعليمك علم النفس الكامن وراء المبادئ. لما لا أركز فقط على التطبيقات؟ يوجد سببان أساسيان لذلك. الأول، من خلال ذكر البحث الداعم للمبدأ، آملا أنك ستشعر بالتقدير تجاه فاعلية كل مبدأ. الثاني والأكثر أهمية، من أجل الاستفادة بشكل كامل من الطريقة، يجب أن تفهم السبب. الخطوة الأولى شكل إدراكهم قبل الطلب. الخطوة الأولى شكل إدراكهم. الخطوة الثانية استخرج توجهات متلائمة. الخطوة الثالثة نشط ضغطا اجتماعيا. الخطوة الرابعة اجعل رسالتك مألوفة. الخطوة الخامسة حسن رسالتك. الخطوة السادسة وجه زخمهم. الخطوة، وهذا أثناء الطلب، يكون قبل الطلب، أن تستخرج التوجهات المتلائمة، نشط ضغطا اجتماعيا، اجعل رسالتك مألوفة أثناء الطلب، حسن رسالتك، وجه زخمهم بعد الطلب، حافظ على امتثالهم. أسأل نظرة عامة، شكل إدراكهم. الحقيقة أمر مختلف جوهريا، إدراكنا هو العدسة التي من خلالها نفسر الحقيقة. فإذا عرفت كيف تبدل تلك العدسة، ستستطيع تغيير طريقة رؤية الناس للحقيقة وتفسيرها. تلك الفكرة تقود إلى أكثر الأخطاء شيوعا في عملية الإقناع. عندما يحتاج الناس إلى إقناع أحد الأشخاص للاستجابة إلى مطلب ما، فهم عادة ما يتوجهون مباشرة إلى المطلب دون تكريس الانتباه لاستراتيجيات محتملة تقود إلى ذلك المطلب. يبدأ الناس الهجوم بقسوة، محاولين انتزاع امتثال هدفهم دون إدراكهم أن بإمكانهم استخدام بعض التكتيكات النفسية لتغيير طريقة تصور هدفهم لمطلبهم. طبقا لذلك، الفصول الموجودة في هذه الخطوة الأولى ستعلمك كيفية تبديل العدسة التي من خلالها يدرك الناس العالم المحيط بهم، وستتعلم كيفية تشكيل إدراكهم كي يصبح أكثر اتصالا بموقفك. حالما تبدل تلك العدسة، فإن أي تكتيكات نفسية إضافية ستصبح أكثر قوة وفعالية بكثير بسبب وعيهم الإدراك الجديد. يبدأ الفصل الأول بوصف واحد من أهم العوامل التي تحدد إدراكنا، عقليتنا الحالية. هي عقلياتهم قد يبدو كمطلب غريب، لكن فكر بقزم محظوظ، هل تفكر في واحد جيد؟ والآن سير رد فعلك التلقائي الفوري، وفكر في رقم بين الواحد والعشرة بسرعة. إلزم أول رقم يظهر داخل رأسك ولا تغير رأيك. هل تفكر في الرقم برغم أن الأمر أبعد ما يكون على أن يكون مضمونا؟ فإنك على الأرجح كنت تفكر في رقم سبعة، وإذا كنت تفكر في رقم سبعة وقد ارتعبت بعض الشيء، كن مطمئنا، هذا الفصل سيشرح الأسس النفسية وراء هذه الظاهرة. ستتعلم لماذا جعلك تخيل القزم المحظوظ تفكر في الأرجح في الرقم سبعة. ستتعلم تقنيات علمية لتطبيق ذلك المبنى الأساسي.